عادل الصليبيخات في الدقيقة الثالثة والثلاثين عن طريق اللاعب لاحظ الإعادة لاحظ عبد الله الصحن لي أيضا المهاجم الواضح باولو فينتور اللاعب البرازيلي كما ذكرت نقطة قوة للاعب البرازيلي في الصليبيخات لاحظ بأريحية كبيرة وأيضا يعني المتابعة لهدف لهذا اللاعب باولو فينتور هدف جميل لهذا اللاعب البرازيلي ولسون الكرة معه وتقدم يلعب له كرة وتوصل إلى لعب حلوة يا سلام الصليبيخات في بدايته يا ولد على جول مثل هذا باولي اليسار وهذه مرتده الخطيره بالجول هذه هي المرتده السريعه الخطيره هذه هي المرتده اللي تطبق تماما ويلسون مشعل عرضيه للبرازيلي داخل المرمى هدف ثالث الهدف الثالث شو 3-2 نعم مرتده صحيحه طبقت بشكل صحيح ولعبها برا على الدفاع ولذلك يشارك باولو ليسجل هدف ثالث برافو مشعل ذياب وبرافو ويلسون واخيرا باولو والهدف before I die, got it.
ofensive to give me on space. التغطية ما هي قانونية، الخطأ مرتكب. محاولة تمرير مقطوعة لصالح سليبي خان، أمامية طويلة، أمامية طويلة إلى باولو، محاولة لكن this is a Vicky Monster.
مدافعين الفعلي. مرتدة محمد نشبي اللي حاول يتابع لكن كانت تغطية من دفاع الفعلي. إذا اللعبة أسرع، إذا اللعبة أسرع ممكن، إذا اللعبة أسرع. رودريجو، لعبها إلى باولو عن برازيلي في المباراة. خلال الرفعة ورفع الجوال وبالجوال. الله. رفعت، رفعت صح، رفعت صح، الله. استمر الأداء بنفس الأسلوب واستمر الصليبيخات أيضا في إهداف الفرص وهذه إحداها والتي لا تحتاج أي تعليق خاصة بعدما أطاح بها براك الشمري في حين هي دفعة جيدة للصليبيخات للاستمرار وتحسين بعض الأخطاء